المهاجم الجزائري إسلام سليماني لا زال يسيل لعاب العديد من الأندية الأوروبية، فنادي وستهام الإنجليزي دخل السباق من أجل ضم مهاجم سبورتينغ لشبونة بطلب من المدرب سام ألارديس الذي يبحث عن مهاجم بإمكانه سد الفراغ الذي تركه مهاجمه أندي كارول بسبب الإصابة التي تلقاها مؤخرا والتي ستبعده 4 أشهر كاملة عن الملاعب. اهتمام النادي الإنجليزي بالمهاجم السابق لشباب بلوزداد ليس وليد اليوم، بل يعود إلى فترة التحويلات الشتوية الماضية، وهو ما جعل المدرب ألارديس يضعه على رأس قائمة المطلوبين، مؤكدا أنه تحدث مع إدارة فريقه في هذا الموضوع. للإشارة، فإن سليماني تلقى العديد من العروض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها من نادي طرابزونسبور التركي، علما أن إدارة سبورتينغ تطالب ب 15 مليون يورو للتنازل عن هدافها الجزائري.